السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وحياكم الله تحية معطرة في ثناياها توصلكم بالدعاء والذكر الطيب. تحياتنا لكم متجددة كعادتها بتواصلنا اليومي على مستوى الفقرات والمواضيع الرمضانية اللي نقدمها لكم كل عصرية، فيا هلا ومرحبا فيكم في حلقة يوم جديد من برنامجكم عصرية. ويا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا، ومساكم الله بالخير والبركة. يتجدد لقانا في يوم جديد مع حلقة منوعة بكل محتواها من عصرية. بتكون معانا ضيفتنا منال المسلم، وبنتكلم عن تغذية الصائم، ونديبنا عبد الرحمن المري رافق فريق الدفاع المدني اللي ينقل لنا يومياتهم الرمضانية، ومن نادي السد الرياضي بيكون معانا علي النعمة. نعم، ويوميا احنا نستعرض لكم مجاهدة النفس للحصول على الأجر والثواب، وهذا شيء متفقين عليه انه ما هو بسهل، والكل يحاول يتسابق للحصول على الأجر خاصة في شهر رمضان، لأن الأجور تكون فيه مضاعفة. وبدايتنا كالعادة بتكون في رفقة أحد أبنائنا وبناتنا اللي صاموا هذه السنة للمرة الأولى. واليوم بيشاركنا يوميات الرمضانية ولدنا خالد الحميدي، خلونا نشوفه مع بعض. خليفة كأنه؟ خليفة الحميدي. خليفة الحميدي. أنا أحب رمضان لأنه نزل فيه القرآن الكريم، وهو شهر الخير والمغفرة، ونصلي تراويح والله يعطينا حسنات. في رمضان هو شهر الخير والمغفرة، ونزور أهلنا ونباركهم على الشهر. اللي جربنا على الصوم أمي وأبوي وأخوي، كانوا هم يأكلون وأنا أكل، بعدين شفتهم وغلتهم وصمت. العام رحت المطبخ وشربت ماي، ما أدري إنه صايم، وأخوي قال لي إنه ليش تشرب ماي وصمت اليوم الباقي. اللهم اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين والمسلمات. أنا أروح المسجد في رمضان وغير رمضان وأصلي كل الصلوات. بسم الله، اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بسم الله. اللي يبي يدخل الجنة لازم يصلي ويقرأ قرآن ويصلي ركعتين تحية المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر قاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لازم تكون أخلاق المسلم زينة وصادق وأمين ولا يكذب. الله يخلي لها. لا يعني تفين الأطفال يحليلهم إذا بيتكلمون عن شيء يتكلمون بطريقة فيه وعن التفاصيل الدقيقة، لأنه يحب إذا حبوا الشيء وتعلموا بيتكلمون عنه بطريقة يمكن اللي قدامهم يعرف السوالف كلها لكن بعد يسمع. يعني لأن الصيام بالنسبة لهم خبرة جديدة، فعلشان كذي مثل ما قلتي التفاصيل تكون جدا دقيقة وعلى قدهم. صحيح. إذا نروح الحين مع مشاهدينا وننتقل إلى أحد أو إحدى الفعاليات والبرامج الرمضانية اللي قامت بها جمعية قطر الخيرية، وهي القرية الرمضانية. معلومات وتفاصيل عن هذه القرية وكبتها زميلتنا نيلة الملا من هناك، خلونا نتابع. مساكم الله بالخير مشاهدينا، نحن اليوم معاكم من مركز الدوحة للمعارض بالدفنة، وبالضبط من القرية الرمضانية اللي افتتحتها جمعية قطر الخيرية في إطار برامج جماهيرية مصاحبة لحملتها الرمضانية رمضان البسمة. راح نتعرف أكثر عن القرية الرمضانية مع الأستاذ عبد الناصر اليافعي، المدير التنفيذي في التنمية المحلية بقطر الخيرية. مساك الله بالخير، وفي البداية لو تعطينا فكرة عن القرية وشنو تحتوي من أقسام. يا مرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بداية أشكر لكم تواجدكم وحضوركم في القرية الرمضانية الخاصة بقطر الخيرية مركز المعارض. وأما عن القرية الرمضانية فهي قرية شاملة متكاملة أطلقتها قطر الخيرية في مركز المعارض، وتشمل على ثلاث أقسام. القسم الأول مثل ما أنتم شايفين فريج قطر الخيرية، وفي طبعا مصلى للرجال مصلى للنساء، جايبين فيها إما طول فترة شهر رمضان يأمون المصلين المتسوقين داخل المعارض، ومصلى كذلك للنساء. وفي قسم للأطفال، ممكن الأسرة تجيب أطفالها ويقعدون في الألعاب في موقع الألعاب، والأسرة تصلي وهم مرتاحين في صلاتهم. وفي عندنا القسم الثالث اللي هو قسم الأسواق، تقريبا أكثر من 250 محل من خارج الدولة وداخل الدولة. أستاذ، أنت تكلمت عن الخيمة الرمضانية، لو تقول لنا الهدف اللي تسعون لتحقيقه من خلال إقامة القرية الرمضانية. ولله الحمد هناك أكثر من هدف عندنا في هذه القرية الرمضانية. في عندنا المحلات وريع المحلات، وعندنا مكاتب التحصيل اللي هو لجمع التبرعات، هذه كلها إن شاء الله ريعها بيكون حق الأسر المتعففة داخل الدولة، حق الغارمين، حق الأيتام، وحق الأرامل. وكذلك عندنا هدف شمل لم الأسرة هنا، على أساس أن تدرين تعرفين يعني الأسر عادة بعد الصلاة بعد الفطور يتسوقون، وخاصة أن العيد يعني قريب. فلمينا الشمل، قلنا الأطفال لهم موقع هنا، والمصليات موجودة والأسواق موجودة، فلم شمل الأسرة في قرية المعارض. جزاكم الله خير يعني على إقامة هذه الفعاليات، وخصوصا في الخيمة الرمضانية. نعم. لو تقول لنا يعني شنو أبرز الجهات اللي داعمة لهذه المشاركة وللقرية الرمضانية؟ والله جزاهم الله خير، احنا شاكرين لهم صراحة، في أكثر من جهة متعاونين وعندنا كذا جهة مشاركة. الجهات المشاركة طبعا اللي هو إكسون موبيل، وعندنا الهيئة القطر للسياحة، وعندنا شركة الأمارة للدعاية والإعلان، ومشكورين وزارة الأوقاف طبعا بالتعاون مع وزارة الأوقاف اللي هو بحضور الأئمة والمشايخ، وكذلك مشكورين وزارة الداخلية بالتعاون معهم بحضور وتواجد الدفاع المدني والحراسات العامة. أستاذ، أنا أحب أعرف خصوصا في القرية اللي حين نحن متواجدين فيها، قرية أو خيمة قطر الخيرية، شنو الفعاليات اللي تصير داخل الخيمة؟ الخيمة هذه عبارة، احنا سميناها فريج قطر الخيرية. نعم. طبعا اللي فيها المصلى، وفيها مكتب ميلس للريايين وميلس للحريم مثل ما انتم شايفين على الشاشة هنا ورانا. الميلس هذا عبارة عن تقديم القهوة والشاي والعادات والتقاليد، وعندنا ألعاب خاصة ومسابقات خاصة ترفيهية للأطفال، فيها بتقدم جوائز وهدايا. يعني أنا أشوف أن هذا يعني إقامة مثل هذه الفعاليات وخصوصاً في شهر رمضان تعزز قيمة التراث عند عيالنا. أي طبعاً، في عادات وتقاليد هنا موجودة، وتعزيز القيم طبعاً من خلال المسابقات اللي احنا مسويها. وأنا نسيت يمكن أذكر لكم عفواً المحلات اللي خاصة حق الأسر المنتجة موجودة في فريج قطر الخيرية. يعني هذه المحلات اللي موجودة من الأسر المنتجة، ممكن شوي تكلمنا عنها؟ هذه الأسر المنتجة الخاصة بالمنتج إنتاج المأكولات والبهارات والمعجنات وهذه، وطبعا تواجدها يكون من بعد الفطور. بالمناسبة المعرض طبعا هو شغال على فترتين، أحب أنا أنوه في هذه المسألة، من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 العصر، ومن الساعة 7 مساء إلى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل. الأسر المنتجة هنا طبعا قطر الخيرية داعمة للأسر المنتجة، احنا نحاول احنا نوجد لهم فرص للبيع ونجيبهم معنا في فعالياتنا وفي برامجنا، بحيث انه يتواجد الجمهور وهم يعرضون منتجاتهم ويشترون منهم، ونعزز يعني قوة الإنتاج وقوة الأسر المنتجة. يعطيكم العافية أستاذ عبد الناصر، كلمة أخيرة توجهها للجمهور. الله يجزيك خير. أنا والله صراحة أوجه كلمة للجمهور أنهم يعني لا يضيعون الفرصة هذه، قاعة كبيرة مركز المعارض الحمد لله المكان آمن، أبواب الخروج والدخول آمنة، وفي سكرتي وفي أمن وفي حراسات، والأطفال هنا يأخذون راحتهم، وتجي الأسرة وتأخذ راحتها في المصلى. والأسواق 250 أكثر من 250 محل من خارج الدولة، وفرصة عشان يتسوقون ويتبضعون للعيد. وأيضاً هني أمان حق عيالهم نفس ما ذكرت أستاذ عبد الناصر،
يعطيك العافيه وجزاكم الله الف خير الله، وان شاء الله راح نكون معاكم في الايام الجايه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى شاكرين لكم حضوركم وتواجدكم، بارك الله فيك. العفو، يا مرحبا والله. مشاهدينا هذا كان كل ما عندنا من مركز الدوحه للمعارض بالدفنه. مشاهدينا ومستمعينا شفنا معكم الخيمة الرمضانية اللي يرعاها قطر الخيرية، اللي ترعاها قطر الخيرية، أتمنى أنكم تزورونها. طبعا نفس ما قال الشيخ أن هناك مصلى أيضا، يعني تقدرون تروحون بعد الفطور تروحون تتبضعون هناك مرة واحدة، جماعة حلوة في صلاة العشاء والتراويح. نعم. نتوقف الحين مع فاصل قصير، من بعده نستكمل الحوار ونستكمل باقي فقرات عصرية. حواري وحوارتي. صحيح. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا. صحة الصايم تكمن في الغذاء الصحي، وإذا كان هناك غذاء صحي يبقى هناك توازن صحي، والصايم يحتاج التوازن الصحي في الغذاء. الصيام مريح بعيد عن أي تعب، خصوصا إذا كان هذا الصايم مريض سكري، لازم يلتزم بغذاء صحي ومفيد. صحيح يا نور، واليوم معنا ضيفتنا منال المسلم اللي هي مساعد المدير التنفيذي للتثقيف الصحي في مؤسسة حمد الطبية. بنستكمل ما بدأناه أمس حوارنا مع دكتورة ابتسام الجلاهمة عن مريض السكري والصيام، واليوم من ناحية التغذية. ويا هلا ومرحبا فيك. حياكم الله. هلا ومرحبا فيك. الله يسلمك. أستاذة منال، الصيام الآمن لمريض السكري كيف يبدأ به؟ من ناحيه التغذيه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من اهم شيء الصيام الامن لمريض السكري مراجعه الطبيب او عياده التثقيف الصحي وعياده التغذيه العلاجيه قبل البدء بشهر رمضان المبارك لتلقي الارشادات اللازمه، سواء ارشادات علاجيه اذا كان في يلزم التغيير في الخطه العلاجيه او تغيير في الخطه التغذويه، او تلقي الارشادات اللازمه حتى ان ما يعرض نفسه لمضاعفات الصيام مع السكري، اللي هي مثلا مضاعفات هبوط السكري او ارتفاع السكر عن المعدل الطبيعي. زين، واذا بنتكلم هل هناك مرضى سكري معفيين عن الصيام؟ طبعا احنا نصنف مرضى السكري لتقريبا ثلاث تصنيفات رئيسيه. في مرضى الصيام لهم يعتبر خطير جدا ويمنعون من الصيام، وفي مرضى يكون الصيام خطير واذا صاموا لازم يكون بحذر وفي ارشادات معينه، وفي مرضى الصيام يكون لهم آمن، بل على العكس الصيام يكون جزء من العلاج لهم. بالنسبة للمرضى اللي يمنعون من الصيام أو الصيام يكون خطير جدا هم الحوامل المصابات بالسكري، سواء سكر الحمل أو السكر النوع الأول أو النوع الثاني. أيضا النوع الأول من السكري، أي شخص مصاب بالنوع الأول من السكري اللي هو يعتمد في علاجه على الإنسولين فقط ولا يستخدم الحبوب والأدوية. أيضا من الفئة اللي هم خطيرة جدا أنهم يصومون اللي هم الناس اللي عندهم نسميه عدم قدرة على التعرف على أعراض نوبة هبوط السكر بسبب تلف في الجهاز العصبي الطرفي، يعني ما تظهر عندهم أعراض هبوط السكر فممكن يتعرض لنوبة الهبوط ويؤدي إلى لا سمح الله مضاعفات نوبة الهبوط اللي هي ممكن تؤدي إلى الوفاة المفاجئة بسبب عدم قدرته على التعرف أنه في اعراض اللي هي اعراض الدوخه والتعرق اللي نعرفه اللي هي اعراض هبوط السكري. هؤلاء ايضا معفيين او صيامهم يكون خطير جدا. ايضا الناس اللي يستخدمون الانسولين وعندهم النوبه هذه ويعيشون بروحهم في البيت لان ممكن يتعرضون لنوبه الهبوط السكر وما حد يسعفهم. وايضا العمال اللي يشتغلون ويستخدمون الانسولين ويشتغلون في أجواء الحارة وتحت أشعة الشمس. نعم. لأن الدين دين يسر وليس بدين عسر. صحيح. فيرخص لهم بالصيام. وكنا من ضمن أنشطتنا العام هذا استدعينا الداعية الدكتور أحمد فرجابي في لقاء مع المرضى، لقاء تشاوري على أساس أنه يفتي للنساء المصابات بالسكري هل يجوز لهم الصيام أو لا، وكانت الفتوى الحمد لله يعني مقاربة للناحية العلمية أن لا يسمح لهم بالصيام، وأنها لو ثبت أن وفاة الجنين بسبب الصيام تلزم بدفع دية القتل الخطأ. نعم. فالمرأة الحامل تمنع منعاً بتاتاً من الصيام إذا كانت مصابة بالسكر النوع الأول أو الثاني أو سكر الحمل جميع أنواع. نعم. طيب، يعني من ضمن الأمور اللي ذكرتيها أن يعني كان في حضور، والحضور كان في من كبار السن ولا لا؟ كان يعني كبار السن بعد معروفين يعني، وبالذات إذا كانوا مرضى سكر أن لا والله نبغي نصوم.
مثل ما قلنا امس مع الدكتوره نبغى نصوم وفيهم شويه هذا العند، وعلى اساس انه يعني ممكن هذا الشيء ياثر على صحتهم في حال لو هذه الحلقه حصه كانت حق النساء الحوامل بس، ايوه لكن كبار السن صعب انك تجمعيهم كلهم اعمار ال 65 فما فوق. لكن اذا كان الناس اللي هم يشوفون على مثلا اولادهم في البيت جابوهم لعياده التثقيف الصحي، دائما احنا نقنعهم انهم ما يصومون، ولو صاموا يتصلون علينا مثلا يقولون ان احنا نحس بكذا ونقول لهم افطر، او السكر مرتفع نقول لهم افطر ولا حرج عليك ويفطرون. حلو يفطرون. جميل انهم يعني يقتنعون يعني. اول كان اكثر العند لكن الحين الوعي اكثر الحمد لله. زاد الحمد لله. حلو هذا مبشر جدا. اكيد. اذا بنتكلم عن مريض السكري اللي يصوم زين، كيف يحافظ على توازن الغذاء الصحي عنده خلال فتره الصوم؟ طبعا هو غذاء المريض السكري الصحي هو الغذاء الصحي لنا بجميع افراد المجتمع بالمدنيه اللي احنا نعيشها. بالنسبه لمريض السكري اللي يصوم اهم شيء انه يهتم بان وجبه الافطار يفطر يعني على وجبه صحيه. كيف تكون مكونات الوجبه الصحيه؟ ممكن ياكل التمره ويشرب كوب من الماء ويقوم يصلي 3 ركعات المغرب، وبعدين يبدا بالسلطه الخضراء او اي نوع من انواع السلطه الموجوده. فائده السلطه انها تهيئ المعده للوجبة الرئيسية فتمنع حدوث تلبك معوي إذا أكل الوجبة الرئيسية بسرعة، وأيضا الكمية المياه المخزنة في مكونات السلطة مثلا من الخضروات مثل الخيار والخس والجرجير، هذه تزود جسم مصاب بالسكر بكمية من المياه اللازمة وتمنع عنا الجفاف، لأنه هو صايم تقريبا 16 ساعة احنا نصوم فيها الحين فترة النهار تكون طويلة. بعد السلطة ممكن يتناول مثلا نصف كوب من الثريد أو معلقتين إلى 3 من الثريد. الثريد ما يركز على أكله إنه بس يأكل الخبز أو خبز رقاق فقط، يسحب خبز رقاق بنوع من أنواع الخضار الموجودة سواء الجزر أو البطاطس أو الكوسة أو القرع الموجود أو البامية مثلا، ويأكل بعد الثريد ممكن يأكل معلقة ونص معلقتين هريس، لأنه يحاول أنه بدون دهن، لو خاطرة بالدهن يعني تكون كمية قليلة جدا بس مسحة، يعني ما أنها تكون كمية الدهن أو يأخذ يغرف من المكان اللي فيه الدهن زيادة. نعم. فبالطريقة هذه يحس أنه هو شارك أعضاء الأسرة بنفس نوعية الطعام، لكن اختار الطعام الأقل خطورة له. الطعام العالي الخطورة اللي هو الطعام اللي فيه دهن أكثر وفيه كربوهيدرات أكثر، لأنه راح يرفع له السكر بكمية أعلى. نعم إحنا طبعاً بنكون مستمرين معاك في حوارنا وبناخذ زيادة من النصائح الغذائية الخاصة في رمضان وفي مرضى السكر أيضاً، وبننتقل إلى النشاط الرياضي اللي يقيمه نادي السد واللي بيكلمنا عنه أكثر نديبنا علي النعمة. الكلمة عندك يا علي. يا هلا مرحبا فيكم خواتي في الاستديو. نعم مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم في تغطيتنا لاهم الفعاليات والانشطه الرمضانيه في برنامجكم عصريه، واحنا اليوم متواجدين في قلعه الزعيم نادي السد الرياضي للحديث عن اهم الانشطه والفعاليات الصيفيه الرمضانيه، وراح يكون معنا اليوم ايضا اخونا الدكتور ابراهيم محمد اللي راح يعرفنا عن اهم الانشطه المتواجده معنا الصيفيه الرمضانيه. دكتور في البدايه راح افيك على قناه الريان. اهلا وسهلا فيك. شر دكتور لو تعرفنا على أهم الأنشطة اللي راح يقيمها نادي السد الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لأهم الأنشطة اللي النادي يفكر أو إن شاء الله بيسويها، بطولة القدم الرمضانية لعبة كرة القدم، وفي بطولة إن شاء الله الفسوني، وفي إن شاء الله البيفوت، وإن شاء الله بإذن الله البولينج أحد الألعاب اللي إحنا مخططين إحنا نسويها إن شاء الله. طيب دكتور شو الهدف من انتم من اقامه انشطه صيفيه رمضانيه للشباب؟ تضيع وقت الشباب في شيء مفيد لهم، يعني الحين تدري في اجازات ورمضان فمعظم الشباب مريحين يعني، فاحنا فكرنا مع طبعا تحت دعم رعايه وزاره الشباب والرياضه ان يعني نشغل وقت فراغ الشباب. طيب دكتور احنا عارفين دائما مثل هالبطولات الشبابيه ورمضانيه فيها صقل الشباب، فيها ممكن يكون كشافين للشباب اللي ممكن يروحون انديه، ممكن في اكتشاف لمواهب شباب قطريه او مقيمين على ارض الدوحه، شلون ممكن انتم يعني
بعض الكشافين للعبات مثل كرة القدم عندكم، مثل اللعبات اللي انت راح تقومون الأنشطة، شو ممكن انت تشوفها ان الكشافين ممكن يعني يستعنون بالشبابنا؟ هو صحيح في كشافين، في بعض الشباب يعني يمكن ما يقدر يوصل الأندية عن طريق النادي العادي، فالكشافين يشوفونها بالبطولات العادية، بطولات الرمضانية سواء في نادي السد أو أندية أخرى، فأريد يعني العين تكون عليه. وفي وقت يعني أحيانا بعض الكشافين يسألون احنا من أفضل لاعب أو كذا، احنا نرشح له والله فلان ترى احسن لاعب في البطوله، هم يشوفوا يعني يحطون نظر عليه. بالنسبه للعبات الثانيه مثلا الحين في بطوله البولينج، في بعض الشباب يلعبونها كهوايه، ممكن كنادي او الاتحاد البولينج هو يتبنى الشاب حتى يعني يسقل موهبته في لعبه البولينج. طيب ابو محمد، انت اختياركم مثلا للبولينج، للبيبي فوت، لكره القدم، انتوا عملتوا مثلا استبيان، اخذتوا اراء المشاركين في السنوات الماضيه، شنو اهم الالعاب اللي هم يحبونها مثلا؟ احنا سويناها عن طريق النادي، عن طريق المدارس، وزعنا استمارات نشوف ايش اللعبات اللي هم يفضلونها وحطينا الاختيار لهم. احنا هالسنه ما حطينا مثلا، ما فرضنا لعبات معينه على حد، يعني ايش اللعب اللي هم يبونها احنا حطينا لهم، هم يختارون اللعبات اللي هم يبونها. فمعظم اللعبات يعني القدم، البليارد، البيفوت، السوني، وان شاء الله باذن الله بعد رمضان ان شاء الله في يعني مع اتحاد الدرجات البحريه والرياضيه ان شاء الله بيكون في اتفاق معاهم نسوي بطولات عن طريقهم ان شاء الله. يعني ممكن نقول الالعاب الموجوده معنا والانشطه منهم ولهم بناء على اختيارهم، هم اللي مختارين هالالعاب، ويعني هي يعتبر جذابه لهم غير السيارات طبعا، هاي شيء مفروغ منه. ابو محمد، لو تعرف الجمهور على السن اللي ممكن يشارك معاكم وشون طريقه الاشتراك معاكم؟ هو حسب استراتيجيه وزاره الشباب الاعمار من 15 سنه ل 29 سنه. الاشتراك بيكون في عن طريق النت، يعني عن طريق استمارات توزع في اللجنه الثقافيه بنادي السد. طيب دكتور، ايش اللي يميز نادي السد والانشطه هالسنه عن السنوات الماضيه؟ هالسنه احنا ما فرضنا اي لعبه على اي حد، احنا جبنا شو اللي تبونه انتم وحسب الشباب اللي يبونه احنا اخترنا لهم اللعبات اللي هم يبونها حسب الاستبيان اللي اختاروه، اكثر مجموعه يعني اكبر فئه سنيه، وهي اللعبات اللي هي مدرجه عندنا حتى الان، وان شاء الله بعد رمضان بيكون في اكثر ان شاء الله. طيب ابو محمد، طبعا عارفين كرة القدم هي شغل الشباب في فترات الصيف وفترات الاجازة، لو تعرف الجمهور على البطولة الرمضانية لكرة القدم بعجالة، وهي سؤال اخير ان شاء الله. هي البطولة قيمة اول امس ان شاء الله بيكون مع 16 فريق نظام المجموعات. في جوائز انتم راصدينها لهم؟ بيكون في جوائز، نعم في جوائز نقدية وفي جوائز عينية، وفي الاحسن لاعب، احسن الهداف، واحسن حارس. احنا تشرفنا فيك دكتور معانا، وعلى طرائك معانا، وعلى معرفة الجمهور لأهم الأنشطة اللي راح يقيمها نادي السد الرياضي معنا. شكرا معك، الله يحفظك. نعم أختي في الاستديو، كنا معاكم من قلعة الزعيم نادي السد الرياضي، وكان معنا الدكتور أخونا إبراهيم محمد، وعرفنا على أهم الأنشطة الصيفية الرمضانية اللي راح يقيمها نادي السد. هذا كل ما لدي من قلعة الزعيم، نرجع لكم تكملة فقرات برنامج عصرية. شكرا علي، وشكرا أيضا موصول لضيفك، ورياضة حلوة. أكيد الرياضة حلوة. نكمل حوارنا مشاهدينا ومستمعينا مع ضيفتنا خبيرة التثقيف الصحي منال المسلم. دكتورة منال، يعني شفنا معاك بعض الأنشطة الرياضية في نادي السد، يعني أهمية الرياضة خلال الشهر الفضيل. طبعا الرياضة مهمة على طول، خاصة بالنسبة لمريض السكري، ولكن ننصح مريض السكري بممارسة الرياضة مش أثناء فترة الصيام. وبالنسبة لمريض السكر أيضا اللي هو يصلي في المسجد أو تكون صلاته أكثر من نصف ساعة، تكون صلاة التراويح هي تعتبر الرياضة المطلوبة منه. لكن إذا كان عنده زيادة في الوزن وهو المفروض أنه ينزل من وزنه، ننصح بالالتحاق بمثل هذه النوادي، بس مش أثناء فترة الصيام عشان ما يتعرض لخطر الجفاف وخطر نوبات هبوط السكر بسبب الرياضة. طيب اذا هذه كان لمريض السكر، فاللي هو نقول الاشخاص العاديين، الاشخاص العاديين يسمح لهم ممارسه الرياضه في اثناء الصيام عادي كاي مجهود. يعني شهر رمضان هو المأخوذ عنه، مش انه هو بالعكس شهر النشاط والحركه والتفكير والشغل، لكن يهتم الشخص انه يتاكد من انه بين الافطار والسحور شرب كميه كافيه من الماء، خاصه اذا مارس الرياضه في اجواء حاره او تحت، لا ننصحه اي ابدا بممارستها تحت اشعه الشمس المباشره، خاصه في هالاجواء الحاره، لكن لو انه مشى او تعرض للمجهود تحت اشعه الشمس، يتاكد من انه اثناء الفتره بين الفطور والسحور يشرب كميه من الماء الكافيه، او يتناول بعض الوجبات الغذائيه او الخضروات اللي هي تساعد على انه ما يشعر بالعطش وتمنع عنه
فقدان جزء من الأملاح أثناء ممارسة. نعم. الجو عندنا هالأيام يعني في الليل حلو. يعني جميل يعني إن الواحد. عشان كذا ننصح ممارستها في الليل أثناء الإفطار، لأن أولاً تفاديا لتعرض لأشعة الشمس وتعرض لخطر الحرارة، وأيضاً إن الجو تقل درجات الحرارة. صحيح. في الليل. يعني دكتورة تكلمنا عن احنا عن النشاط الرياضي، تكلمنا عن ايضا الفطور والغذاء الصحي والماي في نفس الوقت، لكن بنتكلم الحين عن السحور. اكيد هي وجبة مكملة لمريض السكري عشان يكمل يومه بطريقة صحية وهو في نشاط. هو السحور وجبة اساسية، يعني للاسف انه فيها اولا اتمام للسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لاهميتها لمريض السكري الانسان العادي. بالنسبة لمريض السكر تكون مهمة جدا، لأنه هو راح يتناول أدوية في فترة قبل النوم أو فترة السحور، فالمفترض أنه يأخذ جزء من الطاقة مهمة في فترة في وجبة السحور. طبعا الوجبة ممكن تتكون من، المفترض أنها تتكون من نوع من أنواع الخضروات اللي هي تكون غنية بالمياه، مثل الخيار، الخس، مثلا الفواكه اللي فيها بوتاسيوم، لان المعروف ان البوتاسيوم يقلل من الشعور بالعطش. نعم. مثل المشمش المجفف، الموز، المانجا، التمر. هذا لا يعني انه ياكلهم كلهم مع بعض، ان كل هذه اغنيه غنيه بالسكر ايضا. نعم. فلو افرد نوع واحد في كل وجبه سحور، يعني لو اكل حبه تمر على السحور واحده، وأكل حبة على الإفطار، وحبة عند العشاء أو بعد صلاة التراويح، فيكون أكمل الحصة الغذائية من التمر بالنسبة لمريض السكري. وأيضا أهميتها في فترة السحور أنها تزوده بالطاقة اللازمة وتمنع عنا الشعور بالعطش. بالإضافة إلى الخضروات والفواكه في وجبة السحور، يكون في نوع من أنواع الكربوهيدرات بالإضافة إلى نوع من أنواع البروتينات. فممكن يكون مثلا في ناس تحب تتناول ثريد على وجبة السحور، في ناس تحب تاكل سحور خفيف مثلا سندويتش جبن قليل الدسم مع قطعه صحن من السلطه او قطعه من الخيار او الخس. نعم. بالاضافه الى حبه من الفواكه، مثلا حبه موز او مانجا صغيره او حبه تمر، او ممكن ياكل مثلا تفاحه يرفقها. فائده الفواكه والخضروات، اول شيء هي الياف، فصعب هضمها، وبالتالي راح تعطيه طاقة لمنتصف النهار تقريبا، فيشعر بالشبع لمنتصف النهار، وأيضا تعطيه تزودة بكمية من الماء وتمنع عنا شعور بالعطش لأنها غنية بالبوتاسيوم خاصة فوق اللي أنا ذكرته. جميل. إذن إحنا أستاذة منال أيضا حديثنا بعد بيستمر معاك إن شاء الله، ولكن مشاهدينا من بعد الفاصل انتظروا ما تبقى من فقرات عصرية. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا، من بعد الفاصل تستمر فقرات عصرية معاكم، ويستمر الجد والاجتهاد في جميع قطاعات الدولة، والموظفين مستعدين دائما خاصة في القطاعات الحيوية. صحيح، ومثل ما عودناكم اليوم بننقل لكم بعض الأجواء هذه واللي تابعناها مع نديبنا عبد الرحمن المري، واليوم تحديدا بيكون في إدارة الدفاع المدني. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة، واللي يطلع عليكم اليوم من إدارة عامة للدفاع المدني وبالتحديد في إدارة العمليات بالمدينة التعليمية، حيث إن شاء الله نطلع على أهم الأجواء الرمضانية في الشفتات الموجودة في إدارة عمليات في الدفاع المدني بالمدينة التعليمية وأهم آليات العمل الموجودة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الملازم محمد سلطان الشهواني ضابط الوردية الموجود معنا. مرحبا بك أبو سلطان عبر شاشة قناة الريان. في البداية بتخبرنا شلون أجواء رمضان معكم خاصة في الدوام؟ رمضان شوي صعب للدفاع المدني، لكن الحمد لله الأمور ماشية الحمد لله، لكن آخر أيام نجاتنا بلاغات قوية والحمد لله بتمشي الأمور إن شاء الله. إن شاء الله. شلون تقسيم العمل عندكم خاصة في رمضان؟ في رمضان احنا دوامنا ثلاث شفتات، اللي هو عصر صبح وليل، وشفت وردية واحدة تظهر إجازة شفت، ومثل ما تشوف أنت الورديات يكون فيها تسليم استلام الصبح على ما تشوف. بعد شوي الحين ببلشون تسليم استلام، بعد شوي بتشوفهم أنت التصوير. أول ما يظهرون بروحهم تسليم استلام، يشوفون شو السيارات اللي نواقص وش اللي مش موجود فيها وش الأشياء اللي تنقصها، ويخلصون منها بعدها يروحون في الطابور يبلغون عنها. مخلصون من البلاغات
شباب يكون نصفين، نصهم يكون في الصاله الرياضيه والنص يكون في الاداره داخل جهاز البلاغات. طيب الحين وقت الاستلام الورديه من ورديه لورديه، وش اللي يشوف الحين؟ مثل ما نشوف الحين الشباب الافراد الحين في طب مثل نظام تشيك او شيء من ورديه نظام تشيك عندك الوكيل خالد ابو مبارك، خالد مبارك قرنيس. مرحبا خالد. خالد مبارك انت طبعا المسؤول ورديه عن الافراد الموجودين، ايش الشغلات المطلوبه خاصه في الاستلام من ورديه لورديه؟ من نستلم الوظيفه يجون الشباب اول شيء بدايه قبل الطابور تفتيش وتشيك على المعدات، سواء كان في شيء مفقود، شيء ضايع، شيء عطلان، يبلغون مسؤول ورديه، ابلغ زام الليل او زام العصر باللي حاصل عندي، وتفتيش عادي يعني الامور طيبه والحمد لله يعني الحمد لله زين. ايش رايك لو ناخذنا بس جوله قريبه؟ مشكله هذا تفتيش تقريبا ترى يومي، لازم التفتيش يكون هذا عشان ما تتسجل بلاغات على كل ورديه. طيب يكون الشغل منظم. اهم البلاغات اللي توصلكم يا ابو سلطان، انتم البلاغات توصلكم الحين خلال الايام يعني في رمضان، يعني ايش اكثر شيء يجيكم؟ الحرائق اكثر شيء، هي الحرائق، حرائق مطبخ، مكيف. في الصيف اكثر شيء عندنا حرائق هي المكيفات. واخر بلاغ طلع له ابو مبارك عن هو حريق المهملات اللي هو في المزرعه هنا تقريبا وراء منطقه بني هاجه. طيب اللي هو بسبب حراره الجو الحين يعني المواد مشتعله يعني. زين تخبرنا ابو مبارك الحين شو التفتيش على السياره هذه ايش بدها؟ هذه سياره الانقاض، يفتش على المضخات، المقص والمفك، وعلى المخدات الهوائيه. وعندك يعني شو اسم المفاتيح الموجوده هنا، هي حرف التي والمثلث، هذه كلها هنا مفاتيح، هذه بعد هذه كلها تستخدم في الانقاذ في السيارات، معك هذا المقص والمفك. طيب هذا اهم شيء يشتغل. السياره هذه تختص بايش؟ هذه تختص بحوادث السيارات. هذه تخصصها حوادث السيارات، انقلاب سياره، هذا الونش ورا عندك بعد. الونش هذا اللي يرفع السيارات ويجيبها. وكل شيء موجود هنا، هذه عندك السياره الثانيه حقت الاطفاء اللي هي اطفاء المتوسط، وعندك الاطفاء الكبير هناك. طيب الحين دواماتكم في رمضان يعني وقت خاصه وقت الفطور او وقت السحور، شلون تنسقون بينكم بين الافراد؟ يعني جاء مثلا بلاغ وقت الفطور ولا وقت السحور، شو تسوي الحين في ذا الوقت؟ لا حول ولا قوه، يطلعون البلاغ كلهم، يطلعون طبعا كل الافراد هذا واجبنا. بس تكون اذا كان على حسب البلاغ، اذا بلاغ انقاذ تطلع فرقه الانقاذ، اذا بلاغ حريق تطلع فرقه الاطفاء. زين بالنسبه اذا ما في بلاغ كيف يتم تنسيق مثلا العمل او تنسيق الشغل بينكم؟ اذا ما في يكون تنسيق بين الافراد وبين المسؤول، المسؤول هو اللي يقول لهم، نص يكونون موجودين الاداره ونص يروحون يتريضون اذا يبون يتريضون. يعني ايضا مشاهدينا الكرام هذا طبعا بعض ما عندنا من اداره العمليات في الدفاع المدني، ونشوف حتى الشباب اللي موجودين الحين يشتغلون بجد واجتهاد في التشييك ما بين ورديه الى ورديه. ابو مبارك وابو سلطان، المنطقه الجغرافيه اللي تختص فيها اداره العمليات في المدينه التعليميه من وين لوين، او الحدود الجغرافيه من وين؟ هي حدود الجغرافيه عندها عندك معيدر، ريان، بني هاجر، روضه قديم، شارع الاحتفالات، على الصغوه، على منطقه الغرافه الناصريه، هذه منطقتها الجغرافيه. طيب الحين في رساله تحب توجهونها للمشاهدين خاصه يعني في الاجواء الحلوه، يعني جوار رمضان اجواء كلها خير وبركه، وانتم ما شاء الله يعني ما تقصرون بجد واجتهاد، متواجدين 24 ساعه سواء صبح ولا عصر ولا ليل في خدمه الوطن والمواطن. والله نتمنى لهم انهم ينتبهون على انفسهم، اهم شيء عندهم مكيفات في الصيف يخلونها شغاله 24 ساعه. هذا ترى اكثر اسباب الحريق عندنا احنا مكيفات، خاصه الحين وقت رمضان الحرائق كلها في المطبخ. اي في المطبخ بعد. عندي رساله اوجهها لاخواني السواقين، يعني قبل الفطور ما شاء الله عليهم سرعه يبي يلحق على الفطور. صح، يعني يخفف من السرعه بيلحق الفطور ان شاء الله، يعني اغلب الحوادث يعني تاخر خفف من السرعه يعني بتقل من مدته يمكن ولا تزيد مدته 5 دقائق ولا اقل. نعم، اغلب الحوادث الانقاذ نطلع لها يعني قبل اذان المغرب دقائق معدوده يعني. الله يعطي ان شاء الله يعطيهم العافيه، وان شاء الله هذه رساله نحب نوجهها لهم للساده المشاهدين خاصه السواقين والخواتنا اللي موجودين في المطابخ، انهم ينتبهون على اغراضهم، ينتبهون على الامن والسلامه، متطلبات الامن والسلامه الموجوده في المطابخ. سؤال اخير ابو سلطان، احنا دائما نكرر يعني لا انا اطلب لاهل البيوت بس الخدمه بسيطه اللي هي السلندرات الغاز يغيرونها ويروحون يرجعون لسلندرات الغاز ما تابعه الوقود اللي هي تجيك البلاستيك هذه لان فيها ضمان سيفتي، وهذيك ما تنفجر. صح، اكثر من بلاغ طلعنا وشفناها ما تنفجر، تحترق وتوقف محلها، اما هذيك
مشكلة هذيك تقعد تبرد عليها يمكن تجلس عليها ساعة ساعتين لين يبرد الغاز الداخلي. يعني هذيك خاطرة، هذيك قابلة للانفجار، أما الثانية مش قابلة للانفجار. الله يوفقكم إن شاء الله. كثر الشكر للملازم محمد سلطان الشهواني ضابط الوردية في الإدارة العامة للدفاع المدني في المدينة التعليمية. أيضا كل الشكر للوكيل ضابط أول خالد مبارك قرينيس مسؤول الوردية. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا، كل الجهد، كل الشكر لكم على الجهود المبذولة في هذه الخدمة. الله يعطيكم العافية ومشكورين. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الفقرة، طلعنا فيها على أهمية عمل الإدارة العامة للدفاع المدني وعن الأجواء الرمضانية كيف داخل بعض الإدارات في الإدارة العامة للدفاع المدني. ليس هذا طبعا النهاية في الجولات اللي راح ناخذكم فيها أولا بأول في جميع الإدارات بوزارة الداخلية وأيضا في الإدارات بالإدارة العامة للدفاع المدني. هذا ما عندنا، وفي أمان الله. شكرا عبد الرحمن، والله يجديهم صراحه على الجهود اللي يعني يقومون بها، ترى يعني احنا مرتاحين، يعني هم يعني قاعدين يشتغلون علشان راحتنا. اي الله يعطيهم العافيه ان شاء الله. اذا احنا نرجع لك استاذة منال ولموضوعنا. نور من شوي ذكرت عن الاطعمه المناسبه اللي ممكن ياكلها مريض السكري في السحور. وقت الافطار يعني على اساس انه هو مريض سكري، ايش يبتدي بهذا المريض؟ نفس الشيء، أفضل شيء هو الإفطار على التمرة أو الرطب إذا توافر، لأن التمر أو الرطب يحتوي على نوع من السكريات الأحادية السريعة الامتصاص اللي توصل تغذيتها بشكل في ثواني معدودة إلى الدماغ والقلب، هما العضوين الحيويين في الجسم اللي يكونون ينطرون ساعة الإفطار عشان توصل لهم هذه الطاقة. فأفضل شيء هو التمر أو الرطب، وأثبت هذا العلم الحديث، وهذا دلالة على إعجاز علمي في ديننا الإسلامي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك في أكثر من موقع وفي أكثر من حديث. نعم. وشرب كوب من الماء أيضا مع التمر. نعم. زين، وهل هناك أطعمة ثانية ممكن ننصح مريض السكري يبتعد عنها تماما؟ طبعا هي المقليات، يعني المقليات لأنها فيها كمية زيوت عالية وبالتالي فيها طاقة عالية تؤدي إلى ارتفاع عالي في السكري بعد، بالإضافة إلى العصائر، العصائر بنوعها سواء عصائر طبيعية أو غير طبيعية، لأن ممكن الناس توجه لي لوم أن العصائر الطبيعية أيضا فيها سكري، طبعا لأن هي خلاصة سكر الفواكه. فمثلا لو جينا لو أحضر كوب من عصير البرتقال راح أستخدم حبتين برتقال أو ثلاث برتقالات اللي أستخدم، لكن لو أكلت حبة برتقال هي تكون واحدة، فكمية السعرات الحرارية في كوب من البرتقال يكون تقريبا ضعف السعرات الحرارية أو السكريات الموجودة في حبة البرتقال. وأيضا أن العصير الطبيعي يفتقد إلى الألياف اللي يوصى بها في تغذية مرضى السكر بشكل عام، أن الإكثار من الألياف اللي متوفرة في الخضروات والفواكه. طيب أستاذة منال، ذكرتي في البداية أن يعني الوعي زاد يعني عند مرضى السكر، وعارفين يعني اللي لهم واللي عليهم. أنتوا في مجال التثقيف الصحي، شن هي الفعاليات اللي بالفعل يعني تقومون فيها على أساس أن يستزيدون أكثر وأكثر؟ يعني الجمعة الماضية كان في عنا فعالية في مسجد الدولة، مسجد الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كان بعد صلاة الجمعة كان في عنا فحص عام للسكري وتوزيع مطويات خاصة بالصيام وخاصة بشكل عام عن السكري ومخاطر السكري، والحمد لله كان في مشاركة قوية. يعني في خلال ساعة جمعنا عينة تقريبا، قمنا بفحص حوالي 1000 شخص في ناحية الرجال وحوالي 300 شخص في ناحية مصلى النساء في ساعة واحدة تقريبا بعد صلاة الجمعة. هذه من الفعاليات الحديثة. قبل رمضان كان في عندنا فعالية في الميرة، في 4 فروع من الميرة، أيضا فحص سكري وتوعية الجماهير بعدم الإكثار من شراء غير المستلزمات. إذا يعني الفعاليات كثيرة مستمرة ومستمرة على طوال السنة. الجمعة هذه، الجمعة اللي بعدها بعد أيضا عندنا نفس الفعالية فحص سكري إن شاء الله، وهذه أكيد دعوة لجماهيرنا. الجماهير تفضلوا حياهم إن شاء الله بإذن الله. إحنا بنقول لك شكرا، والوقت معك المفروض يكون أطول من كذي بس متقيدين فيه، ويعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلمك. ومشاهدينا غدا إن شاء الله راح يتجدد لقاءنا بكم في عصرية، وبيكون معنا ولدنا محمد الخليفي في فقرة صايم الصغير، وأيضا بنرافق فريق الفزعة في يوم عمل من أيام شهر رمضان المبارك. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، وفي أمان الله. مع السلامة.